اهلا بيكم معانا مره تانية يا صديقي في حلقه جديده من حريف محاسبه، والنهارده هنتكلم عن مكونات قائمه المركز المالي. قائمه المركز المالي زي ما اتكلمنا عنها المره اللي فاتت هي المؤشر اللي بيوريني قوه الشركه لاداء التزاماتها، حجم الشركه المالي قد ايه. طيب قائمة المركز المالي ليها مكونات هي اللي بتشير لحجم الشركة دي. المكونات دي عبارة عن الأصول اللي هي الموجودات أو ممتلكات الشركة، والخصوم اللي هي الالتزامات أو المطالبات اللي على الشركة، وبعد كده حقوق المساهمين أو حقوق الملاك. أول بند اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة هي الأصول. الأصول يا صديقي هي المؤشر الحقيقي اللي بيقول لي الشركة دي تقدر تفي بالتزاماتها ولا لا. وجوه الأصول بتتنوع هذه الأصول أو البند ده بيتنوع لعدة أنواع. أول حاجة الأصول الثابتة. إيه الأصول الثابتة؟ الأصول الثابتة اللي هي طبعاً التقسيم اللي هنقوله دوت إيماءً لإيه؟ ليه بقى في حاجة اسمها أصول ثابتة وأصول متداولة وأصول ملموسة وغير ملموسة والكلام ده؟ علشان طريقة التحويل أو قابلية تحويل الأصل إلى نقد خلال عام واحد، هو ده المقياس اللي احنا بنقيس عليه الأصول أو بنصنف فيه الأصول. يعني البند اللي اقدر احوله خلال عام مالي واحد لنقدية لفلوس سايلة هو ده اللي بالنسبة لي بأصل متداول، والبند او الاصل او الممتلك اللي ما اقدرش احوله خلال عام مالي واحد او مش عايز احوله انا كشركة، يعني مش عايز احوله الى نقدية خلال عام مالي واحد، يبقى ده بالنسبة لي اصل ثابت او غير متداول او اصل طويل الاجل كما تعددت المسميات وكلها صح. اول نوع الاصول المتداولة. الأصول المتداولة بتشير إلى الحاجات أو البنود أو الممتلكات اللي ممكن أحولها زي ما قلنا النقدية خلال سنة واحدة. وطبعاً من أبرز أنواع الأصول المتداولة النقدية نفسها، النقدية الفلوس، الورق البنك نوت أو الشيكات أو ورق القبض الموجودة سواء في الخزنة أو في البنك، النقدية وما شابهها يعني. طيب ده نوع من أنواع الأصول المتداولة أو بند من بنود الأصول المتداولة. إيه تاني من الأصول المتداولة أو اللي بيقولوا عليها أصول قصيرة الأجل؟ زي مثلا المبيعات مستحقة الدفع، يعني الفلوس البضاعة اللي أنا اديتها للعملاء بس بعتها لهم بالآجل وباخد قيمة المبيعات دي بعد كده. دي من الأصول المتداولة لأن هي بتقفل خلال العام المالي، هي عملية تجارية بتدور فيها الفلوس أو حساب تجاري بتدور فيه الفلوس. كمان نوع ثالث او بند ثالث من بنود الاصول المتداوله زي المخزون نفسه، البضاعه الموجوده في المخازن دي اصل متداول لان انا بحولها من بضاعه جامده الى نقديه سائله، يعني ممكن يكون القلم ده من البضاعه بتاعتي وببيعه فبحوله لنقديه، وده بيتم جوه الشهر نفسه مش خلال العام، يعني مش بعد عام كامل، لا خلال شهر واحد او خلال ايام من الفتره الماليه بتاعتي. دي ببساطة شديدة الأصول المتداولة. طيب الأصول المتداولة دي يا صديقي بتفرق في إيه في حجم الشركة؟ يعني في حجم تداول أو أعمال الشركة؟ بتتطرق بينا لنقطة قراءة القوائم المالية واللي وعدنا إن إحنا هنتكلم عنه في السيزون الثاني من حريف محاسبة اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي. طيب لما أبص للأصول المتداولة وألاقي قيمة الأصول المتداولة دي كبيرة، يعني عندي كاش كتير، أوراق قبض أو ورق بنك نوت سواء يعني فلوس موجودة في الخزنة أو في البنك في الصندوق أو في البنك. ده معناه إيه؟ معناه إن الشركة دي تقدر تفي بالتزاماتها قصيرة الأجل اللي هي الالتزامات التشغيلية. يعني إيه بقى الالتزامات التشغيلية؟ اللي هي الموردين، وده هنتكلم عنه بتفصيلا في الحلقة الجاية من حريف محاسبة، تابعونا إن شاء الله رب العالمين في الحلقة الجاية. طيب يا صديقي خلينا دلوقتي في نقطة الأصول المتداولة. تاني نوع يا صديقي من أنواع الأصول الأصول طويلة الأجل أو الأصول الثابتة. إيه الأصول الثابتة دي؟ زي المباني، وطبعاً هرجع أكرر عليك نفس المعلومة، إحنا بنقول عليها أصول ثابتة إيماءً للمعيار أو مش المعيار، القيمة اللي إحنا بنقيس عليها أو البند اللي إحنا بنقيس عليه اللي هو طريقة تحويل أو وقت اللي بنستغرقه عشان نحول الأصل ده أو الممتلك ده لنقدية. سواء عندنا النية أو ما عندناش النية لتحويل الأصل ده لنقدية، الأصول دي أو النوع ده من الأصول بياخد وقت طويل عشان يتحول لنقدية مرة تاني. زي إيه بقى الأصول الثابتة أو الأصول طويلة الأجل دي؟ زي المباني، زي السيارات. طبعاً اختلاف حجم أو الأصول الثابتة حجمها، اختلاف حجمها يختلف بحجم النشاط. فمثلاً النشاط المصرفي، يعني لو قلنا بنك أو مجموعة بنوك فروع لبنك معين، هل البنك ده محتاج يكون عنده سيارات كتير مثلا؟ لا،
محتاج يكون عنده أصول متداولة كتير اللي هي النقدية علشان يقدر يحرك التشغيل بتاعه. طيب على عكس لو قلنا شركة شركة نقل سياحي، شركة لنقل الأفراد يعني، دي محتاجة يكون عندها أصول ثابتة زي السيارات كتير علشان تقدر تزاول النشاط بتاعها. فحجم الأصول الثابتة أو الأصول طويلة الأجل بيتوقف على نوع نشاط الشركة. ثالث نوع يا صديقي من الأصول، الأصول الغير ملموسة. طيب إيه الأصول الغير ملموسة دي؟ زي براءات الاختراع، زي اسم الشهرة، العلامة التجارية، كمان البرامج اللي احنا بنستخدمها في الشركة زي البرامج المحاسبية والإدارية. يعني مثلا برنامج زي ONEX PRO، البرنامج ده علشان اتعاقد، لما بتعاقد مع شركة Ultimate Solution عشان ابدا اشتغل بالبرنامج ده عندي في الشركة ويسهل لي الشغل عندي في الشركة. البرنامج ده بالنسبة لي بقى اصل غير ملموس، بديله فترة اهلاك وبديله نسب استنفاذ علشان احدد القيمة اللي انا استخدمت بيها الاصل ده هي ملائمة للنشاط بتاعي ولا لا. دي ببساطة شديدة يا صديقي انواع الاصول واول بند من بنود قائمة المركز المالي. وده كان البند الاول من بنود قائمة المركز المالي او المكون الاول من مكونات قائمة المركز المالي اللي هو الاصول. تابعونا في الحلقات الجاية خلال ديسمبر علشان هنكمل باقي مكونات قائمة المركز المالي. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب Ultimate Academy وبنفس العنوان على منصات التواصل الاجتماعي.